ده يا جماعة مشهد وصول وتركيب أول قطر فيلارو على السكة الحديد ثم تخزينه بورش حدائق أكتوبر، وده مشهد وصول وتركيب قطر ديسيرو الجديد بنفس الموقع، وده مشهد استلام مصر رسميا أول وعاء ضغط للمفاعل النووي للوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية. تعالوا نشوف كل ده بالتفصيل ونفهم ليه مصر بتعمل محطة الضبعة النووية في أقصى غرب مصر وبنفس الوقت بتربطها بخطوط سكة حديد سريعة هتربط السخنة بالضبعة ومطروح. تعالوا نشوف إيه علاقة كل ده ببعضه. مصر بتنفذ مشاريع عملاقة في الاتجاه الغربي، أهمها مشروع القطر السريع اللي هيربط مصر من شرقها لغربها، تحديدا هيربط السواحل الشرقية في ميناء السخنة على البحر الأحمر بإسكندرية والعلمين ومطروح على البحر المتوسط عشان يقوم بوظيفة قناة السويس جديدة على سكة حديد. المشروع العملاق ده بتنفذه شركات مصرية باستخدام أحدث معدات بناء السكة الحديد السريعة على مستوى العالم، واتكلمنا عن المشهد ده بالتفصيل قبل كده وشفنا ازاي بتبني سكة الحديد للخط الأول باستخدام معدات عملاقة بتفرش البازلت وبتركب الفلنكات وبتثبت عليها القضبان الحديد بشكل آلي دقيق وسريع اختصارا للوقت. وبنفس الوقت استقبلنا من أيام أول قطر سريع من طراز فيلارو لمنى اسكندرية وتم نقله للورش الموجودة بحدائق أكتوبر عشان يتجمع فيها تمهيدا لتركيبه على الخط الأول، وبيتم حاليا تركيب القضبان وأعمدة الكتنير الكهربائية وتركيب وحدات السكة الحديد المخصصة للسرعات العالية. المرحلة اللي بعد كده بتشمل تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وتشطيبات المحطات وبيليها مباشرة اختبارات التشغيل التجريبي للقطر السريع، واللي هيشتغل بنسختين، القطر الأول الأسرع هو قطر بيلارو بسرعة 250 كم في الساعة، والقطر الثاني هو القطر الإقليمي أبو دريم من نوع ديسيرو بسرعة 160 كم في الساعة، وكمان في قطر ثالث مخصص لنقل البضائع عشان ينقلها بين موانئ البحر الأحمر والمتوسط ويقوم بنفس دور قناة السويس لكن على سكة حديد. وزي ما احنا شايفين ده شكل محطة قطارات الضبعة حاليا اللي بتعمل في الضبعة، وفي نفس الموقع اللي بيتعمل فيه مشروع تاني عملاق ومهم جدا هيخدم كل مشاريع التنمية في الاتجاه الغربي وهيوفر لها الطاقة الكهربائية، وهي محطة الضبعة النووية. آخر تطورات المشروع هو وصول جزء نووي مهم جدا اسمه وعاء ضغط المفاعل لتركيبه للوحدة النووية الأولى، واللي تم شحنه من ميناء سانت بطرسبرج بروسيا ووصل من ساعات لميناء الضبعة في رحلة بحرية استغرقت 20 يوم. وبالمناسبة وعاء ضغط المفاعل غير مصيدة قلب المفاعل اللي تم تركيبها للوحدات النووية الأربعة واللي اتكلمنا عنها قبل كده بفيديوهات سابقة، ده جزء نووي جديد مختلف بالوظيفة وبيعتبر من المكونات الرئيسية في المحطة النووية لأنه بيحتوي في داخله على قلب المفاعل النووي اللي بيتم فيه سلسلة التفاعلات النووية لإنتاج الطاقة النووية. وزن وعاء ضغط المفاعل بيتخطى 330 طن وبيتميز بقدرته العالية على تحمل الضغط ودرجات الحرارة المرتفعة مع ضمان الإحكام الكامل ضد أي تسريب نووي، عشان كده وعاء الضغط بيعتبر عنصر أساسي في منظومة الأمان التشغيلية للوحدة النووية. تم تصنيع وعاء ضغط المفاعل في مصنع إيجورا التابع للقسم الهندسي الميكانيكي لمؤسسة روس أتوم تحت إشراف خبراء مصريين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لضمان الالتزام الكامل بمتطلبات الجودة والمعايير الفنية المعتمدة، ونفس الجزء ده هيتركب في الثلاث وحدات النووية اللي باقية بنفس الطريقة عشان يساهم في إنتاج 4800 ميجا وات إجمالي قدرة إنتاج المحطة النووية بالضبعة، وده رقم ضخم جدا عشان مصر تنتجه هكون بتمتلك وقتها أكبر مبنى نووي على وجه الأرض. وهنا بنيجي لسؤال مهم، ليه مصر بتبني المحطة النووية بالضبعة بالحجم والشكل العملاق ده؟ تعالوا نسمع الإجابة من دكتور علي عبد النبي أحد الخبراء المصريين في الطاقة النووية. أنا عشان أربط ربط كهربائي تبادل طاقة بيني وبين أوروبا أو بيني وبين دول الخليج وبيني وبين السعودية مهم جدا يبقى عندي محطات نوويه. ليه؟ لان المحطات النوويه محطات ثابته ما بتتهزش خالص، ما لهاش تاثير على اهتزاز الشبكه الكهربائيه، وبالتالي من ناحيه الامان النووي اولا المحطه النوويه هي نظيفه، يعني المحطات النوويه بتبقى نظيفه زي بالظبط زي طاقه الرياح والطاقه المائيه. الثلاثه في انبعاثات الكربون الثلاثة تقريبا سبعة، يعني يمكن الطاقة المائية أقل واحدة ثم المحطات النووية هي والطاقة الرياح طاقة الرياح. فإحنا أولا من ناحية الأمان النووي، من ناحية الأمان وعدم انتشار المواد المشعة سواء في باطن الأرض أو في البيئة الخارجية الجو الخارجي، في وعاء احتواء موجود لكل وحدة، هذا الوعاء يستحمل اصطدام طيارة كتلتها 400 طن بسرعة 150 متر على الثانية، تستحمل الهزات الأرضية لغاية 8 ريختر، يستحمل الفيضانات العالية والسونامي لأكثر من 15 متر. يعني إن شاء الله لو حصل أقصى حادثة زي فوكوشيما وتشيرنوبل المواد المشعة لن تخرج إلى البيئة ولا إلى بطن الأرض خالص، وبالتالي يتم قفل الوحدة، يعمل لها شت داون، يعني آمن، قفل آمن لحين عمليات التطهير واستعادة للتشغيل إن شاء الله. يعني إحنا بنتكلم على أربع وحدات نووية والجيل الثالث مطور،
يعني مطور يعني المعايير النووية اللي موجودة وأنظمة الأمان النووي الموجودة في المحطات الوحدات الأربعة أعلى رتبة من المعايير النووية على مستوى العالم. بيستخدموا فيها الأجهزة الأكتف اللي هي النشطة والأجهزة السالبة غير النشطة علشان الأمان النووي يبقى عالي القيمة. الأمان النووي نتيجة خبرة 60 سنة في تشغيل محطات نووية وأكثر وخبرة حوادث نووية أدى إلى تعديل معايير الأمان النووي. كل التعديلات دي تم وضعها في تصميم الأربع وحدات، وعشان كده بنقول هي من جيل الثلاث المطور، لأن معايير الأمان النووي أعلى رتبة في معايير الأمان النووي على مستوى العالم. المحطات الوحدات الأربعة دولت بدأ الإنشاء فيهم، شغالين النهاردة في عمليات الخرسانة المسلحة ووعاء الاحتواء الداخلي للوحدة الأولى والوحدة الثانية والوحدة الثالثة والوحدة الرابعة. الوحدة الثانية وعاء الاحتواء الداخلي وصل لعشرين متر. المحطات الأربعة التنفيذ فيهم طبقا للجدول الزمني، ما فيش تأخير ولله الحمد. وعاء الضغط اللي هو المفاعل نفسه بقى، يعني وعاء الضغط يعني هو المفاعل نفسه اللي هو بيبقى بداخله الوقود النووي ده، ان شاء الله يعني هو في يعني بيقعد 3 سنين تصنيعه، تم تصنيعه ويتركب في نوفمبر القادم ان شاء الله. اول وحده ان شاء الله تبقى على الشبكه تضخ كهرباء في سبتمبر 2028 ان شاء الله اول وحده. الوحدة اللي وراها حوالي بتاع 4 شهور 5 شهور تدخل في الخدمة وكذا، لغاية سنة 30 يبقى آخر وحدة في الخدمة أربع وحدات يعني 4800 ميجا وات، لأن الوحدة 1200 ميجا وات. ده هيوفرولنا الغاز الطبيعي. النهاردة احنا مشكلة انقطاع الكهرباء في مصر نتيجة عدم وفرة الغاز الطبيعي، وهم أربع وحدات يعني هيوفرولنا الغاز الطبيعي. الكهرباء بتنقطع ليه؟ لان احنا محتاجين 3 جيجا. الوحدات الاربعه دولت هيوفروا لنا 4.5 جيجا، يعني انقطاع الكهرباء ان شاء الله مش هيعود تاني. وبالاضافه الى ان هيوفروا لنا الغاز اللي بنشتريه، هيوفروا عمله صعبه، مشروع استثماري يعني يقدر يغطي ثمنه في 15 سنه، هو مدته 80 سنه ان شاء الله تشغيل. نقل تكنولوجيا رهيب للمصانع المصرية. النهاردة في شركات كتير مصرية شغالة في المشروع، التكنولوجيا بتتنقل لهم، يقدروا بعد كده لهم تواجد على مستوى التكنولوجيا النووية على مستوى العالم في أي منطقة في العالم. يعني أولا موقع الطبعة النهاردة في 4 وحدات، موقع ممكن يشيل لغاية 12 وحدة إن شاء الله.